لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للفيديو. اهلا بكم، اشرح لي وفيديو جديد وطلاب المرحله الثالثه، طلاب الثانويه العامه المرحله الثالثه اللي هم عندهم دور تاني وهيدخلوا ان شاء الله دور التاني الاسبوع اللي هو اللي هيبدا ان شاء الله، وقلقانين ان هم هيدخلوا ايه اللي فاضل من المرحله الثانيه يناسب ليهم، اللي ان شاء الله ربنا يكرمهم وعشمانين ان هم يدخلوا يعني كليه 4 سنين او معهد 4 سنين، دولت يتفضلوا يجمعوا عندنا هنا عشان هنقول لكم ايه الفوز بالظبط ان شاء الله اللي هيبقى فاضل وايه اللي يناسب مجموع حضرتك بعد ما تنجح ان شاء الله في امتحان الدور الثاني. تعالوا اقول لحضرتك ان بعد ظهور الحد الادنى للتنسيق بالمرحله الثانيه للعام الدراسي 2024-2025 بدأ نوع من القلق والتوتر ينال من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الثالثة، سواء طلاب المرحلة الثالثة اللي ملهمش دور تاني وكمان طلاب المرحلة الثالثة اللي هم هيخشوا امتحان الدور التاني إن شاء الله وربنا يوفق الجميع. كله بيبحث وبيدور عن الأماكن المتاحة في المرحلة الثالثة بالأماكن المختلفة والمحافظات المختلفة وكمان المعاهد العليا، الأمر اللي بدأ يظهر بشكل ملحوظ في ارتفاع معدلات البحث على تطبيقات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد للمرحلة الثالثة. عشان كل اللي ده كله يا جماعة عملنا لكم الفيديو ده النهاردة، وهنتكلم عن توقعات الأماكن المتاحة لشعبة الأدبي وكمان لشعبة العلمي. ابتداء من مجموع 230 درجة وهو الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالشعبة الأدبية، وحتى 205 واللي هي 50%، وكمان الشعبة العلمية ابتداء من مجموع الشعبة العلمية يا جماعة ابتداء من مجموع 265 درجة وهو الحد الأدنى للمجموعة العلمية بالمرحلة الثانية، وحتى 205 اللي هي 50%. كمل معانا الفيديو وهنتعرف مع بعض على مؤشرات وتوقعات المرحلة الثالثة والكليات والمعاهد اللي فيها أماكن فاضية للمرحلة الثالثة. بطلب من حضرتك حاجة واحدة بس، يعني لو لسه ما شاركش القناة يا ريت تدعمنا وتشترك في القناة عشان يعم الخير على الجميع إن شاء الله، ودعمنا باللايك والشير الكتير عشان الفيديو يصل لكل الناس والكل يستفيد إن شاء الله، ربنا يجعلنا يعني سبب في استفادة الجميع، واضغطوا زر الجرس أو الخطوة الأولى والكل عشان يصلكم كل جديد. وحاجة تانية كمان، يا ريت كل يركز الفيديو عشان الفيديو ده يبقى بمثابة الغريق اللي بيتعلق بالشاي إن شاء الله، جاب لكم فيه كل التفاصيل وكل الحاجات اللي ممكن تساعدكم انتوا يا طلاب المرحلة الثالثة اللي يعني اللي ما عندهمش دور تاني وكمان اللي عندهم دور تاني، ربنا يكرم ويوفق الجميع وربنا يسعدكم كلكم. أول حاجة يا جماعة بطمن الجميع إن طلاب المرحلة الثالثة وكمان اللي ليهم دور تاني ان شاء الله كله هيلحق مكان ان شاء الله في التنسيق، وان شاء الله ما تلاقوش وربنا يوفق ويكرم الجميع، بس اهم حاجه ما يكونش عندكم اي احباط وركزوا عشان تدخلوا الماده او المادتين اللي عند حضرتك او اللي عند حضرتك، وكمان ربنا يكرمكم ان شاء الله وتنجحوا وكل واحد بياخد نصيبه، وما تفكروش ويعني هي الموضوع بيمشي كده وربنا يكرم الجميع ان شاء الله كله هيلاقي وكله هيدخل وينبسط وكله هيخلص ويشتغل ويتجوز وان شاء الله الموضوع هيبقى تمام ما تقلقوش. في البداية يا جماعة بنطمن طلاب المرحلة او طلاب اللي هم اللي عندهم دور تاني ان هم هيتعاملوا ان شاء الله سواء كانوا زمايلهم اللي هم دخلوا كليات في المرحلة التانية او المرحلة التالتة ان هم هيتعاملوا نفس معاملة زمايلهم، يعني اللي هيكون عنده دور تاني مثلا وهو المفروض ان هو كان دخل مرحلة تانية هيتعاملوا نفس المعيار اللي دخل بيه زمايله المرحلة التانية الكليات بتاعتهم، نفس معاملة زملائه الحاصلين على نفس مجموع هو هيتم التعامل معاه كده، يعني مثلا مجموع حضرتك 70% وعندك دور تاني بعد ان شاء الله ما تنجح في الدور التاني هتتعامل نفس معاملة الطلبة الحاصلين على نفس المجموع في الدور الأول، هيكون لك نفس الكليات زيهم بالظبط. ثانيا طلاب شعبة أدبي، اتمنى انهم او انكم يعني تركزوا معانا كويس جدا، لان اختياراتكم للاسف محدوده جدا في الكليات، بمعنى ان هما كليتين فقط
اللي هتختار ما بينهم ككليات في الشعبة الأدبية للمرحلة الثالثة. شريحة المجموع دي بتاعت المرحلة الثالثة عندك كليتين فقط، كلية التربية الرياضية ما إذا كنت اجتزت اختبارات القدرات، وطبعا مش كل الناس اللي اجتازت اختبار القدرات ممكن تدخل كلية التربية، لأن ده هيشترط في الآخر الحد الأدنى للمجموع للكلية، وده اللي هيحدده مكتب التنسيق، لأن عدد كبير بيكون عامل اختبار القدرات، وزيادة العدد اللي بيتقدم للكلية بتخلي تنسيق الكلية يرفع. وكمان عندكم كلية التربية النوعية قسميها قسم فني وقسم موسيقى، ده الاختيار الثاني ككليات ما لم تحدث أي مفاجآت في تنسيق الكلية بعد إلغاء اختبار القدرات. وده الحاجة اللي احنا متوقعينها، ان بعد إلغاء اختبار القدرات الطلب على الكلية هيزيد جدا، خصوصا في شريحة المجموع في المجاميع القليلة بقسم فني وقسم موسيقى، لأنهم القسمين اللي بياخدوا مجموع قليل، ونتيجة زيادة الطلب على الكلية في الوقت ده ممكن يتسبب في زيادة الحد الأدنى للكلية ويتسبب في رفع الحد الأدنى للكلية. فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يفضل تنسيق الكلية على نفس حال السنوات السابقة. أما الاختبار التالت بالنسبة لكم فهي معاهد عليا ومعاهد فنية بمختلف تخصصاتها، زي مجموعة معاهد الخدمة الاجتماعية ومعاهد السياحة والفنادق ومجموعة معاهد العلوم الإدارية ومجموعة معاهد الحاسب الآلي ونظم المعلومات ومجموعة معاهد لغات وترجمة ومجموعة معاهد الفنية التجارية وغيرها من المعاهد العليا والمتوسطة الموجودة في التنسيق. وبنبه حضرتك للمرة العشرمية، خليكم في المعاهد الموجودة في التنسيق، بلاش تخرجوا عن المعاهد الموجودة داخل التنسيق الإلكتروني، لأن معظمها بيكون غير معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وبتكون حضرتك صيدة جاهزة للنصب. عشان كده بقول لحضرتك نصيحة، خليكم في المعاهد الموجودة داخل مكتب التنسيق. طبعا معلش انا عايزكم تسامحوني ان انا يعني جات في موضوع ان انا يعني صريح في الفيديوهات بتاعتي في الحاجات اللي تبقى موجوده فعلا، ما احبش اعمل زي بقيه القنوات اللي يقول لك قدامك 10 فرص وقدامك 20 فرصه ويعمل لك البحر طحينه وبس بروباجندا عشان حضرتك تتفرج على الفيديو. لا، انا بكون صريح وواضح عشان حضرتك ممكن تكون انت بتعتمد فعلا على كلامنا، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع، لان انت حضرتك في وقت وفي مرحله محتاج كل كلمه صح وكل كلمه مظبوطه، مش محتاج حد يضحك عليك ولا يضللك ولا يوعدك بوعود اساسا مش مظبوطه. يعني المرحله الثالثه يا صديقي بتكون الاختيارات فيها صعبه جدا، وبتكون فيها الناس بتبقى محتاره وما بتقدرش تميز هتعمل ايه او هتختار ايه او هتشتغل ازاي، وبالتالي بيبدا يحط اختيارات وهو متشتت فيها. وبنشوف الناس اللي بتبقى جاي لها معاد مثلا في اماكن بعيده جدا عن مكان سكنها، فبيبدأ يحاول يغير الرغبة او يحاول يغير الكلية او المعهد، وبتحصل مشاكل كتير. فخلينا نتكلم بالواقع اللي تحت ايدينا واللي احنا لامسينه، ممكن الكلام ده يكون عايزاه ناس كتير بس هو الاصدق وهو الاصح. وبكده بنكون خلاص التوقعات والمؤشرات بالنسبة للشعبة الادبية. تعالوا بقى ندخل للشعبة العلمية. الشعبة العلمية شعبة علم علوم وعلم رياضة، زي ما قلنا التنسيق في المرحلة التانية كان الحد الادنى ليه هو 265 درجة، والمرحلة التالتة هتبدأ من 265 فأقل لغاية 205. المجموعة ده أول مرحلة ده هنقسمها لشريحتين، شريحتين، الشريحة الأولى هتبدأ من 265 إلى 230، الشريحة دي هيكون متوفر لها مجموعة من الكليات المتبقي فيها أماكن بعد المرحلة الثانية سواء كانت لعلم علوم أو لعلم رياضة، والكليات دي إن شاء الله هتكون زي، ركز بقى معايا عشان تعرف وتسمع، بعض كليات الآداب انتساب، بعض كليات الآداب انتساب او انتظام لطلبة علمي رياضة، وبعض كليات الحقوق انتساب وانتظام لطلبة علمي علوم وعلمي رياضة، وكلية زراعة لطلبة علمي رياضة فقط. كلية زراعة ممكن تنزل بنسبة كبيرة جدا لطلبة علمي رياضة، وزي ما شرحنا قبل كده قلنا ان طلبة علمي رياضة ليهم قسم واحد فقط في كلية الزراعة وهو قسم الهندسة الزراعية. كمان هيكون موجود كلية تربية طفولة مبكرة، وكمان كلية تربية تعليم ابتدائي، وبعض كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكليات خدمة اجتماعية انتساب وانتظام، وكلية تربية عام هيكون في بعض الأماكن موجودة لطلبة علم رياضة فقط، بس للأسف هتكون في محافظات بعيدة شوية، وكمان كلية تربية نوعية وكلية تربية رياضية بالنسبة للناس اللي اجتازت اختبار القدرات في التربية الرياضية. دي كده الشريحة الأولى اللي ما بين 265 و230، أما الشريحة الثانية اللي موجودة من 230 إلى 205 فنفس حال الشعبة الأدبية، هتكون برضو ليها كلية تربية نوعية بقسمية الموسيقي والفني، وكلية تربية رياضية ل
للناس اللي اجتازت اختبار القدرات، اما باقي الاختيارات فهتكون معاهد عليا او معاهد فنيه. وبرده الشريحه الثانيه اللي هي 230 شوفوا برده الفيديو اللي احنا عاملينه لطريقه اختيار المعهد المناسب، وحضرتك تابعنا وهتلاقي نفسك ان انت عاملين لك فيديو يناسب جميع الحاجات والمجاميع اللي حضراتكم جايبينها. وبكده بيكون انتهى معانا الفيديو النهارده بتاع حضراتكم، وان شاء الله بنجيب لكم فيديوهات ثانيه نافعه، وتابعونا ان شاء الله. ما تنسوش فكر حضراتكم برده ثاني، شاركوا في القناه عرفوا بيها اصدقائكم واحبابكم واصحابكم، دعمونا باللايك وشير كتير عشان الفيديوهات في حركات البحث ويكون بتكسب ثواب ان انت بتدل صاحبك او حد يكون عاوز يعني النوع ده من الفيديوهات ومش عارف يوصل له. اضغطوا زر الجرس الاخضر الاولى وكل عشان يصلكم الجديد. وكان معكم سيد شاكر من قناه اشرح لي، اشوفكم على خير.